السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود أبو سعود مدرب دفاع عن النفس. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخده لما يجي واحد يمسكك من كتفك إزاي تتخلص بأسهل 3 طرق. أسهل 3 طرق إزاي بتتخلص. نبتدي واحدة واحدة بقى نشوف. أدي أول تكنيك، بصوا. واحد، الإيد اللي ماسكها بضرب بإيدي الشمال وألف جسمي وبضرب بإيدي اليمين، يعني بضرب إيدي اللي ماسكة بإيدي الشمال وبضرب بإيدي اليمين في الفك، وبمسك القفا من ورا، بمسك قفاه وبضرب بركبتي في الضلوع وبضرب في مفصل الركبه وبقلبه. هنشوفه بالبطيء. ادي واحد ضربت ايده اللي ماسكه وضربت التانيه، التلاته في وقت واحد، ولفيت جسمي مسكت قفاه وفضلت اضرب بالضلوع في ركبتي، وبعد كده ضربت ركبته ورميته على الارض، نزلت عليه بركبتي ونزلت بالمنشط في وشه. كمان مره نعيدها. واحد لفيت جسمي ضربت في الضلوع التلاته مع بعض، ضربت ركبته رميته ونزلت